اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مشاهدي ال بي سي دراما وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اكس اكس ال انرجي بطوله لبنان لكره الصالات فوتسال عم بتتابع بمرحله الفاينل 8 المباراه الثانيه بين الشباب الاشرفيه وبنك اوف بيروت حبل اللقب عم تلعب بهالاثناء على مجمع امين لحوب العسكري بالدكوانه. طبعا بنك اوف بيروت حامل اللقب تقدم بالسيري 1-0 بعد فوزه الاسبوع الماضي بنتيجه 4-1 وبالتالي اليوم بحال فاز على شباب الاشرفيه راح يكون عم يحسم السيري 2-0 ويتاهل الى دور الفاينل 4 ليقابل الجيش اللبناني. نبقى مع النشيد الوطني اللبناني افتتاحا. إذن بعد النشيد الوطني اللبناني رح نكون مع مقابلة مع المدربين طبعا الفريقين بنك اوف بيروت حامل اللقب وأيضا شباب الأشرفية. رح نبدأ بداية مع مدرب بنك اوف بيروت ديجان جيدوفيتش. هالو كوتش, tonight you have the lead 1-0, do you expect to finish the series, the final 8 series and qualify to the final 4? This is only one step for us, so we are preparing game. We think that today game will be different than previous game, so we are ready for everything. We are expecting good game. What might be the difference between the first game and tonight's game? I think today is important game for Achrafieh. They doesn't have anything to lose, so we are waiting for their step. Good luck coach. اذا كنا مع مدرب بنك اوف بيروت جان جيدوفيتش وايضا الى جانبي كوتش طارق رزق مدرب شباب الاشرفيه. كوتش مساء الخير بدايه, يعني اليوم مثل ما كان عم بيقول كوتش ديجان ما عندكم شيء ابدا تخسروا, ظهركم للحياه, شو متوقع من هالمباراه؟ اليوم مباراه تننسى كل الظروف, العامل المحلي هو اللي رح يلعب دوره, اتكل على اللعيبة المحليين بظل غياب روجارينيو والمستوى تبع سيلسينو اللي كنا ناطرين منه اكثر من هيك. نحن حنقدم كل شيء عنا, عم نلعب ضد بطل لبنان, الضغط اقل علينا, حنجرب نعطي الماكسيموم كرمال نطلع بنتيجه ايجابيه. المباراه الاولى شفناكم متاخرين بالدفاع, كنتوا شوي خايفين من بنك اوف بيروت او يعني عتلانين همهم شوي زياده, بعدين بتاني شوط رجعتوا طلعتوا علينا وعملتوا جود جيم. اليوم كيف رح تبلش؟ نفس الواقعيه, هو مش خوف بقدر ما انه عم تحترم خصمك. اذا بدك تفتح ملعب مع فريق بطل مثل بنك بيروت بمستوى الاجانب يلي جايبها حتطلع اوت اوف جيم من اول دقيقه او اثنين. وانا بالنسبه لي اخذنا تشانسز تبعنا على 2-1 بالبريفيوس جيم ما سجلنا, نحن اليوم جايين تنستفيد من فرصنا, اذا استفدنا رح نروح على كلوز جيم, اذا لا بنكون ما توفقنا. جود لك كوتش. اذا بعد ما كنا مع مقابله سريعه مع المدربين ديجان جيدوفيتش وايضا طارق رزق رح يكون مع تشكيله الفريقين الاساسيه. طبعا اليوم الملعب هو هوم كورت يعتبر لفريق شباب الاشرفيه, جيم 2 بالسيريز بالفاينل 8. اذا شباب الاشرفيه على حراسه المرمى المخضرم ساركيس اسكيتجون لاعب رقم 12, سيلسينيو البرازيلي رقم 89, جورجيس بوانتون 25, كريستيان عيد كاكا رقم 4 ومحمد حمودي اوسكي 14. وانطلقت المباراة الثانية من الفاينل 8 مع الايراني الرائع مجد جافيد والتسديد الاولى بالمباراة, كورنر وبداية سريعة ونارية بالمباراة الثانية بين بنك اوف بيروت والاشرفية. بنك اوف بيروت على حراسة المرمى حسين همداني 10, على الحمص 6, على 12 سيسي 8, ابراهيم حاجاتي الايراني وهون تسديدة من مهدي جافيد, ابراهيم حاجاتي رقم 4 ومهدي جافيد نجم بنك اوف بيروت والمهاجم الخضر الايراني مهدي جافيد, كمان هون تسديدة ثانية سريعا عم بتكونوا هجمات بنك اوف بيروت. هون المرتدة كمان الطويلة وليكو اشتا كيف خرج من منطقته وبرأسه كمان سريعة تلعب مهدي جافيد. ابرز غيابات شباب الاشرفيه والبرازيلي روجيرينيو اللاعب البرازيلي يلي لعب الى جانب نيمار بالطفوله اليوم عم بيكون غايب بسبب الاصابه, وكمان علي السيسي
على شمال الملعب على السيسي مراقب من كاكا طب بتخرج الاوت. ايضا غياب بارز بصفوف فريق بانك اوف بيروت احمد خير الدين يلي موقوف بسبب تلاقي ثلاث انذارات بالمباريات. طبعا الجمهور الكبير الحاضر بمجمع امين لحود العسكري بالتكواني. كمان محاولة لأوسكي ما بحاول أو ما بيقدر يسيطر على الكرة. الحكام الثلاثة فادي القاري حكم أول، ماريو صادر حكم ثاني، ونبيل طاهر ثالث. أما مراقب المباراة حسين عبد الرضا. 0-0 إذن النتيجة بعد حوالي دقيقة وربع من بداية المباراة. تناول كرات سريعة من باك اوف بيروت ممكن تصفر لهدف أول لكولاوين. عم يتراجع دفاع الأشرفية نفس السيناريو اللي شفناه بالمباراة الأولى، وكمان على حمص ممكن تشوف الهدف الأول. حلو كتير من شافيت، مهدي شافيت الإيراني بلش يقرب على مرمى سركيس اسكيتجان. سركيس اسكيتجان يلي عمل شغل كتير كتير كبير بالمباراة الأولى. كمان سريعة لعند كريستي عيد، يبدو أنه عم يرتكزوا على الكرات الطويلة بإيده للحارس سركيس اسكيتجان. منذكر الفايز اليوم بالمباراة راح يكون عم يتجه للعب أمام الجيش بالفاينل فور. طب بترجع لعند أوسكي بسدد من مطرح بعيد، ولكن طب بتخرج جول كليرنس لحارس منتخب لبنان حسين همداني عشرة. وأيضا بدنا نذكر بانك اوف بيروت الحارس الآخر الغيب عن المباراة، وتسديد حلوة من علي تناش. الحارس الثاني أيضا الغايب إلى جانب أحمد خير الدين الموقوف غادي أبي عقل المصاب على مستوى الكتف ويلي عم يتعافى بعده من الإصابة. كمان بنعود على مجريات اللقاء. على الحمص السريع بيلعب لعند علي السيسي. اليوم اللاعبين اللبنانيين بأفضل حالاتهم. إبراهيم حاجاتي بيلعب لعند علي السيسي يلي بيحاول يسدد على السيسي. خطيرة كتيرة الكرة، بداية نارية بالمباراة. عم نشوف ضغط كتير كبير من باك اوف بيروت، وأيضا انتظار بالخلف لشباب الأشرفية ليروحوا بالمرتدة. كمان إبراهيم حاجاتي مرة جديدة، إبراهيم عم ينبش على زملائه بيوصل لعند مين؟ لعند شافيت الخطير لورا، والطابة بترجع بعيدة لعند الحارس أشطا. مباراة سريعة مع انطلاقتها. كمان شافيت بلاقي سيسي، خطورة كتير كبيرة من بانك اوف بيروت. هيدا الشيء ما بيمنع ابدا شباب الاشرفيه اليوم انه يسجلوا من كونتر اتاك، مثل ما قال المدربين انه شباب الاشرفيه ما عندهم شيء ابدا يخسروه اليوم، خصوصا مع غياب روجيرينيو اللاعب البرازيلي الاخر. اما البرازيل الحاضر عم يراقب مهدي جافيد. هيدي المهمه لسيلسينيو، سيلسينيو اللي ما شفنا ولا شيء برازيلي منه بالمباراه الاولى. اليوم بننتظر انه يكون عنده مهمه اكبر لفريقه. سيلسينيو يلي اليوم عنده مهمة دفاعية على مهدي جافيد. كمان محاولة لباك اوف بيروت، ابراهيم حجاتي والقائم الاول وانطلاق بكونتر اتاك، لكن علي السيسي سريع جدا على ترانزيشن ديفنس. يعني مباراة رائعة، ليكو الضغط والبول بوسيشن من باك اوف بيروت، وليكو كيف ناطرينهم الاشرفية. كمان ممكن تسديدة من علي السيسي بيصوت على ارض الملعب، الحكم ما بقول في شيء. انطلاقة وكونتر اتاك من كونتر اتاك علي السيسي. رائع يا سركيس، رائع يا سركيس. سيلسينيو بطيء، سيلسينيو تباطأ كتير بالمرتدة. طبعا هيدا الامر يلي ما عم بنبش عليه ابدا المدرب طارق رزق، بده السرعة، بده الانطلاقة السريعة ليروح لاعب شباب الاشرفية ويسجل من كونتر اتاك. كمان سيت اوفنس جديد، مباراة سريعة وسريعة جدا، محاولات عديدة، وبالجملة بظل حضور رسمي كبير. نذكر النايب سيرج دور ساركيسيان وايضا النايب نديم الجميل حاضرين داخل قاعة مجمع امين لحود العسكري بالتكواني امام الهجوم الخطير جدا من باك اوف بيروت. لهلا بعد ما لقوا طريقهم للشباك، سيسي كرة خطيرة كانت على مرمى الحارس سركيس اسكيتجان، ولكن ما بتلاقي طريقة للمرمى. ساكو بيلعب طابة عالية لعند اوسكي، اوسكي عم بمر
عم بحاول يراوغ امام ثلاث لاعبين عسكي وطاطو بتخرج للاوت. بوسيشن بتضل مع شباب الاشرفيه بالزي الاحمر والاسود. يعني اليوم شباب الاشرفيه عليه انه يفوز بالمباراه ليعدي السيري 1-1 ويبقى على اماله بالتاهل الى الفاينل فور. طبعا مهمه صعبه وصعبه جدا ولكن ليست مستحيله. مهدي شفيد عم ينطلق ومراقبه رائعه من كريستيان عيد يلي عم يمنع مهدي جافيد من التقدم نحو المرمى. سركيس اسجدجان على السيسي على تنفيذ ركلة التماس. طب بتوصل لعند جافيد. ليكو كم لاعب على جافيد. ليكو كم لاعب على جافيد. تعليمات المدرب طارق رزق واضحة وواضحة جدا. جافيد ممنوع يستلم واذا استلم ممنوع يلف ولا يشوت. هذا الشيء اللي بيعمله جافيد. من وين ما كان معقول يسدد اللاعب الايراني توب سكورر بالليج الايراني عام 2014. هل رح يقدر يزور شباك الأشرفية مرة أو أكثر؟ فعل المباراة السابقة. هل رح يفعلها مرة جديدة اليوم ويعطي ويهدي بطل لبنان بطاقة التأهل إلى الفاينل فور؟ منذكر ليلاقي فريق الجيش اللي فاز بمباراتين وبالسيري 2-0 على الفيحاء طرابلس. هون الطابة مقطوعة. كمان فرصة مرة جديدة. كل اللاعبين عم بنبشوا على مهدي جافيد. علي الحمصي كمان مهدي مرة جديدة بيكسر بروح لتنميل. مهدي بلاقي زميله ابراهيم حجادي لعلي الحمصي. علي الحمصي لابراهيم الايراني لو على الفار بوست ولكن علي السيسي تخرج طابته للاوت. خمس دقايق ونص مروا على بداية هيدي المباراة بعد متبقي طبعا 14 دقيقة ونص على الشوط الأول. كمان سامي العقيل ممكن يشوف الهدف الأول. جول 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 جول. هدف شباب الأشرفية عم يفتتح التسجيل وعم بفاجئ بنك أوف بيروت بالهدف الأول. قلت لكم مهمة صعبة ولكن منا مستحيلة. بعد ست دقايق على البداية بنك اوف بيروت عم يتلقى الهدف الاول عن طريق حسن رميتي. هيدا السيناريو اليوم. بنك اوف بيروت بالسات اوفيس. شباب الاشرفيه بالكونتر اتاك. لهلا 1 طارق رزق 0 ديجان جيدوفيتش. لنتابع لان هلا المباراه رح تولع لابراهيم حجاتي. رح يعطي السيسي يلي بيسدد ولكن ساكو على مرحلتين. مش معقول يا ساكو يا رائع يا حارس كبير ساكو اسكيتشان. بكل خبرة سركيس عم بيروق من المباراة. طبعا شاف انه فريقه تحت الضغط بعد ما كان سجل للهدف الاول. كمان فرصة جديدة ليكو قشطة. لوين عم يطلع مباراة رح تكون رائعة ونارية جدا بالفاينل 8 بين بنك اوف بيروت وشباب الاشرفية. لنتابع هالسيت اوفنس جديد لشباب الاشرفية. كمان اوت تلعب سلسلة على الفاتو. سليمان عقيل عم بضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني بهالمباراة النارية. يعني شباب الاشرفية اليوم غير فريق تماما عن المباراة الاولى وكأنه المعنويات عم تلعب دورة بشكل كتير كبير. اليوم الضغط عم بيكون على باك اوف بيروت يلي بده يحسم السيري. كمان علي الحمص عم بحاول يمر وسركيس اسكيتشان نجم المباراة لحديت هلا حارس مرمى الاشرفية اللي بيلعب كرة طويلة لعند سليمان عقيل والطابة بتطول. كونتر اتاك لعلي الحمص سريع علي ولكن حسن رميتي اسرع منه كان والطابة بتخرج اوت. سيت اوفنس جديد للزرق لبنك اوف بيروت. كمان علي السيسي بيلعب لحد علي الحمصي. علي الحمصي بده يحاول يسدد بيعطي مش معقول مش معقول. مسلسل اضاعه الفرص من بنك اوف بيروت متابع بشكل كتير كبير. فرص معقول انه يندموا عليها مع انتهاء الشوط الاول ونهايه المباراه. طبعا بكير بعد متبقي 12 دقيقه و40 ثانيه على انتهاء هذا الشوط. لهلا الاشرفيه متفوق. علي السيسي لعد علي الحمصي. علي الحمصي على الفات. فرص بالجمله خطيره. فرص
بجملة خطيرة لباك اوف بيروت. والأشرفية بعده صامد لشوف لأي متى، لأنه في لعبة العلي السيسي وبتصطدم بزميله تشاني كوتيني يلي دخل بديل عن إبراهيم حشاتي الإيراني بصفوف باك اوف بيروت. سركيس اسكنشان نفس السيناريو، يعني سركيس هون طابته بتخرج للأوت، ما بدهم يخاطروا أبدا لاعبي الأشرفية بأنه يطلعوا من البريس. المدرب طارق رزق عم بفضل ما يحط فريقه تحت ضغط، رح يخلي الانرجي فقط للدفاع وللكاونتر اتاك. كمان علي الحمص شغل كتير كبير بهالمباراة، لكن شغله بعد ما اسفر عن هدف. ميتي جافيد وطو مع جوني كوتيني، كمان هالمرة الأشرفية بالكونتر اتاك مرة جديدة. حسن رميت اليوم شغل كتير كبير، صاحب الهدف الوحيد بالمباراة، ومش معقول شو عم بصير. كاكا ضغط توصل لعدمي سليمان عقيل، كمان شغل بالصفوف الأمامية للأشرفية. سرعة على الكرة داخل وسط الميدان، 11 دقيقة ونص متبقي لنهاية الشوط الأول من المباراة الثانية من فاينل 8 XXL RG بطولة لدل. كرة الصليت وخطير خطير كتير السنايبر مصطفى سرحان بهالشوطة الأنماس. مستفى سرحان كمان جورج سبوعتون دخل على أرض الملعب، يخسر طابل عاد مهدي شفيد. مش لبهدي معقول تعطي الطابل، ولكن سركيس عم برد وعم بقول حتى مهدي ممنوع يسجل اليوم، حتى مهدي شفيد ممنوع طابت تدخل المرمى. لحديت هلأ ناجح سركيس اسكنشان بالتصدي. مستفى سرحان لا سنايبر ولا اثنين ولا تالت، قادر اليوم انه يتخطى. جول 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 جول، لا سنايبر ولا شفيد، ولكن علي الحمصي اللاعب يلي ما بحب يشوت خدع الدفاع وخدع ايضا سركيس اسكنشان وسجل هدف التعادل. علي الحمصي 1 أشرفية 1 باك اوف بيروت. وهلا ولعت المباراة مرة جديدة، ولعت أكثر وأكثر، وكمان هون فرصة وخطأ وجول جول. يا شفيد يا شفيد يا شفيد، شو عم تعمل وشو عم تضيع أمام مروى ساكو؟ مش معقول الفرص الضائعة. كمان كوتيري لشفيد عم بحاول يمر شفيد. قاسم عز الدين أيضا شغل دفاعي رائع، يعني مهدية المباراة من الثانية الأولى. سريعة هالمباراة، سريعة ورائعة. كمان فرصة لجافيد، مراقبة جافيد، بده أكثر من لاعب جافيد لحتى يقدر يروده على باب الست انتار من مرمى الحارس سركيس اسكيتجان. كمان طابة لعند جوني كوتيني. سرحان مصطفى، التبديلات كانوا نافعين ونافعين جدا من المدرب ديشان جيدوفيتش. ياسر سلمان أيضا على أرض الملعب. شفيد بعد ما خرج، كيف بده يخرج شفيد وعم يعمل كل هالفرص الخطيره امام مرمى شباب الاشرفيه؟ جوني كوتيني لشفيد، شفيد وين ما كان، شمال يمين فوق تحت. مهدي شفيد الايراني النجم حاضر مع باك اوف بيروت ليسجل اهداف. وتسديده باليمين هالمره ما قدر يسجل على ساكو. علامة الكاملة لسركيس اسكيتشان حارس مرمى الأشرفية، طبعا الاسم الأكثر تداولا لحديت هلا ولحديت هاللحظة بعد 10 دقائق على بداية المباراة هو سركيس اسكيتشان. كيف لا، وأعصار كامل من باك اوف بيروت على مرمى سركيس. كمان جافيد مرة جديدة، جافيد بيلعب وقتو مع جوني كوتيني. ليكو مين؟ سركيس اسكيتشان مرة جديدة تلاعب بالنار، ولكن هالمرة سركيس اسكيتجان عم يصاب. الحكم ماريو صادر بيوقف المباراة. طبعا الحارس حارس المرمى هو اللاعب الوحيد يلي المباراة توقف بسبب اصابته ولا علاجه. نتمنى السلامة لسركيس. الحكم بيطلب من المعالج دخول الى ارض الملعب. سركيس اسكيتجان اليوم متعة كاملة على حراسة المرمى. 9 دقائق و40 ثانية، يعني طبعا إصابة سركيس رح تهدي من روعة هذه المباراة لبعض اللحظات. وليكو الجمهور الكبير الحاضر اليوم داخل مجمع إيميل لحود العسكري بالدكواني ليواكب هالمباراة. الأقل ما يقال عنها أنها رائعة.
ساركيس اسكتشا إذن بيرجع بتابع بالسلامة. سيلسينيو هالمرة شباب الأشرفية عم يلعب الطابة على الأرض وليس بالهواء، كمان أوسكي ثلاث لاعبين عليه، مقطوع الطابة بيرجع قطار باك أوف بيروت بتابع هجماته على شباب الأشرفية. كمان مصطفى سرحان لتنميل لعد علي السيسي نجم ومنتخب نجم وبيفوت منتخب لبنان، علي تناش السيسي، جوني كوتاني لاعب سابق بالمنتخب ايضا عم يعطي الريتم لفريقه. علي السيسي على مركز البيفوت يلي عم بيكون بديل لمهدي شفيت. طبعا بالفوتسال اللاعب ما في يضل على ارض الملعب، بده يطلع لبعض الدقائق ويرتاح ويرجع يدخل ليعصف فريق او مرمى الفريق الخصم. على كل حال بنتابع كمان جوني كوتاني، وهون علي السيسي خطيره كثير بعد تمرير توانتو بين علي السيسي وياسر سلمان. تلعب على تاني ميل تصطدم وكورنر جديده. الحكم ما بيطلب تنشيف ارض الملعب. الطابق تلعب لعد مصطفى سرحان يلي بسدد، وكمان مرة جديدة ساركيس اسكيتشيان على حراسة المرمى عم يتصدى لكرة واثنين وثلاثة وعشرة ومرمى تلقى هدف واحد فقط لغير لحديت هلا. ثمانية دقايق ونص على انتهاء الشوط الاول من هالمباراة. كورنر مرة جديدة لباك اوف بيروت، هل رح تصفر عن هدف؟ نفس الخطة ملعوبة ما بتزبط. الطابة بترجع لعد مصطفى سرحان، خطأ بترويد الكرة بيضغطوا على السريع كريستيانو عيد، كمان على اتناش خرج شباب الأشرفية خرجوا من مناطقهم ولكن بيرجعوا سريعا للدفاع المتأخر. سيسي مرة جديدة لعند ياسر، والقائم مرة جديدة عم يمنع باك اوف بيروت من تسجيل الهدف الثاني له بالمباراة. لحسن حظه ساركيس اسكيتجا انه الطابة ارتطمت بالقائم وما دخلت الشباك. طبعا الدفاع المتأخر خطير جدا، حيلا هفوا بالدفاع ممكن تأدي لشوطة وهدف. الطابة بتوصل لعند سيلسينيو، كريستيان سيلسينيو خطأ بإخراج الكرة من كريستيان عيد، تلاعب بالنار. بتوصل الطابة لعند جورجيس بوانتول يلي رح يلعب بالعرض لعند سيلسينيو، فرصة هدف كرة ضايعة جديدة لمن سيلسينيو عم بضيع فرصة، وأوسكي تمركز وكان خاطئ. لو كان على القائم البعيد كان رح يسجل هدف التقدم من جديد لشباب الأشرفية. مهدي جافيد وابراهيم حجاتي وعلي الحمصي ثلاث لاعبين تشكيل الأساسية عم يتحضروا للعودة إلى أرض الملعب. علي السيسي بيلعب لعند مين؟ سوء تفاهم بينه وبين مصطفى سرحان. رجع ريتم المباراة يعلى. سبع دقايق وعشرين ثانية على انتهاء الشوط الأول. بنذكر باك اوف بيروت وشباب الأشرفية ليكون ضغط على كريستيان عيد، الأمر يلي بيضطروا إنه يخرج الكرة للأوت. المباراة الثانية بين باك اوف بيروت والأشرفية، لهلا باك اوف بيروت بتقدم بالسيري 1-0 وبحال فوزه اليوم رح يتأهل لملاقات الجيش بالفاينل فور. سيسي روتيشن هو وزملائه، مصطفى سرحان مقابل سيلسينيو بغير رايه بس يشوف العملاق البرازيلي بفضل يعطي زملائه. كمان مره جديده مصطفى سرحان امام ثلاث لاعبين، ياسر لمصطفى، تناول كرات سريعه من لاعبي باك اوف بيروت لهلا بدون جدوى بهالهجمه. ياسر سلمان مقطوعه، وكمان راح اوسكي، طلع اوسكي ممكن يسدد اوسكي، والطابه بتخرج للاوت. ناطرينهم على الغلطة الصغيرة
ليسرقوا منهم مرتدة ويسجلوا هدف مثل ما عملوا مع بداية الشوط الأول من هالمباراة. علي السيسي، حاجاتي لحمسة، عودة التشكيل الأساسية، كاميرا لوباس حلو كتير، وليكو ساكو، ليكو ساكو الخبرة والتألق والتايمينج الرائع والثقة بالنفس عن سيركيس اسكيتشا، كمان تناول كرات سريعة، سوء تفاهم بين رميتي وعز الدين. سيركيس اسكيتشا اللي هو مدرب فريق العمل بكفية بالدرجة الثانية، متعدد الوظائف سيركيس اسكيتشا، حارس منتخب لبنان سابقا وحارس فريق الصداقة بطل لبنان سابقا ايضا. مهدي شفيت الايراني، مهدي شفيت، مهدي شفيت اذا صدت، لكن سيركيس اليوم جدار صلب جدا على حراسة المرمى، غريب وغريب جدا لسيركيس اسكيتشان كيف ما كان عم يلعب بالريجولر سيزن، يعني قد ايه كان متألق الحارس خليل. وهون كمان فرصة مرة جديدة من باكو فيروت مقطوعة، والطابة بتضل بوسيشن، ليكو سيلسينيو، سيلسينيو اليوم غير سيلسينيو بالمباراة الأولى، صحيح ما بين هجوميا ولكن دفاعيا اليوم متألق، هيدي وظيفته طبعا سيلسينيو اللاعب البرازيلي صاحب ال 27 سنة يلي لعب بإسبانيا وأيضا بالبرازيل وكرواتيا وبلغاريا والكويت ليوصل إلى لبنان مع فريق شباب الأشرفية. إصابة إذن لسيلسينيو، نتمنى له السلامة. طبعا هون المعالج دخل لمعالجة سيلسينيو، لذلك رح يضطر يخرج ويدخل بداله كريستيان عيد. طبعا سيلسينيو منه حارس، يحق للحارس ما لا يحق لغيره. كمان هون محاولة من ابراهيم حشاتي اللي رح يسدد، اوه يا ساكو، مش معقول مش معقول شو عم يعمل سيركيس اسكيتشان بهالمباراة، نجم المباراة بدون منازع حارس مرمى شباب الأشرفية سيركيس اسكيتشان. شفيت لعند علي السيسي عم يمر بشكل رائع، ولكن الطابة بتوصل لعند الجمهور، الجمهور الكبير يلي حاضر على مدرجات مجمع امين لحود العسكري بالدكوانة. اربع ثواني معه سيركيس، بيلعب الطابة عالية لعند مين؟ قشطة، يعني ما شفناه اليوم بالمباراة غير وقت الهدف، غير هيك بعد ما شفنا حسين همداني قشطة حارس منتخب لبنان، نفس سيناريو المباراة الأولى. سيت أوفنس جديد، 1-1 النتيجة، 4:30 على انتهاء الشوط الأول من المباراة. علي السيسي ديفليكشن ريفلكس رائع من سيركيس، صوت على أرض الملعب والحكم بيعطي خطأ، خطأ جديد على باك أوف فيروت، خطأين على باك أوف فيروت مقابل ولا خطأ على شباب الأشرفية، يعني شوط نظيف ما في أخطاء ما في بطاقات، ولكن في إثارة في حماس في روعة على أرض الملعب. سيركيس بيلعب طابة مرفوعة لعند مين؟ لعند قشطة بسهولة، يستلمها وبيرجع بيعطي فريقه سيت أوفنس جديد. حمسة لجافيت، جافيت لعب لعند علي السيسي، جافيت لاعب منتخب الإيراني يلي فاز مع منتخب بلاده بكأس آسيا من حوالي الأسبوعين أو ثلاثة، كمان فرص سريعة من باك أوف فيروت، مهدي لعند علي الحمص صاحب الهدف الوحيد لباك أوف فيروت، الطابة بتعمل ديفليكشن، تخرج رمية أو ركلة تماس لعلي الحمص، علي الحمص معه أربع ثواني لتنفيذ هالركلة، بيلعب بالعرض، كورنر هالمرة قبل 3:30. العامل النفسي قد ايه بيلعب دوره عندما بيكون فريق فايت وظهره للحياة، يعطي كل شيء عنده بلا خوف، حلوة
وكتير كانت بالعلي السيسي وأحلى وأجمل من ساركيز اسكيتشان. كيف بلاحظ له بالثانية الأخيرة وبيتصدى للكرة. كريستيان بيلعب لوباس لعند حسن رميت. انخفض ريتم ومستوى فريق شباب الأشرفية هجوميا مع انتهاء الشوط الأول من المباراة. طبعا يعني الفريق بيكون فيت فول انرجي، خصوصا انه شباب الأشرفية ما عندهم كتير روتيشن بالسكواد على عكس باك اوف بيروت يلي بيمتاز بدكة بدلاء رائعة، عدد كبير من لاعبي المنتخب او لاعبي منتخب سابقين. على الحمصة مايسترو فريق باك اوف بيروت، والطابة بتخرج للعود. علي الحمصة جافيد بيحضر لعند حاجاتي لجافيد، بده يسدد جافيد، ولكن ساركيس اسكيتشان علامة 10 على 10. كمان جافيد مرة جديدة، جافيد وحمصة ممكن يسدد. حمصة هالمرة رح يبلشوا ينتبهوله لاعبي الأشرفية، معروف من الحمصة انه لاعب ما بحب يشوت، بحب يصنع الكرات، لاعب بحب يتوخل. هيدي يعني برهان انه حمصة ما بحب يشوت. شوطه بتوصل لبعيد. ساركيس بيلعب لعند ابراهيم ديب، ابراهيم لاسيسينيو، ضغط من باك اوف بيروت، ممنوع الغلط امام دفاع باك اوف بيروت، الضغط والحكم بيعطي اوت لباك اوف بيروت. كمان 1-2 على الحمصة. يا حمصة شو عم تعمل اليوم هجوميا ودفاعيا؟ علي الحمص رائع بكل معنى الكلمة. جمهور عم بواكب الفريقين. سليمان عقيل بيرفع لعند مين؟ دقيقتين على انتهاء الشوط، التعادل 1-1، تعادل إيجابي بعده مخيم على الشوط الأول من هالمباراة النارية. مهدي جافيد بيلعب لعند مين؟ سوء تفاهم بينه وبين مصطفى سرحان، كمان كونتر اتاك مقطوعه من حاجاتي، والطابه بتصطدم بالدفاع، ما حدا راضي عن الثاني بالملعب، ان كان بانك اوف بيروت هجوميا ما عم يقدر يلاقي بعضه، ولا الاشرفيه دفاعيا متوترين، ممنوع الغلط. كمان اللوب، طابه بتوصل للاوت. دقيقة ونص على انتهاء الشوط، باك اوف بيروت 1 شباب الأشرفية 1. وعلي الحمصة مع الكرة بيلعب لعند تاني مان، علي الحمصة 1-2 علي، ممكن يشوف هدف للبين، كمان صراع على الكرة ولوب، محاولة لوب لكن قشطة، حارس مرمى خبير، صعبة تدخل مرمى هيك كرات. إبراهيم حجاتي خطأ بإخراج الكرة، علي الحمصة، علي بسديد. ساركيس مش معقول يا ساركيس، اسكيتشان اليوم شو عم تعمل؟ لولا ساركيس اسكيتشان ممكن النتيجة تكون 11-1. نعم 11-1، ما بدنا نبالغ لأنه كل شيء عم يعمله ساركيس اسكيتشان. 48 ثانية وطلع سليمان عقيل، إبراهيم ديب، إبراهيم وسليمان، مقطوعة كونتر اتاك، بيعمل كونتر اتاك كالعادة بالفوتسال، ممكن الجول الثاني. يا ساركيس شو عم تعمل اليوم يا ساركيس يا اسكيتشان يا رائع. ممنوع مهدي جافيد يسجل، الحكم اعطى كورنر لباك اوف بيروت العمر يلي ما بيعجب ابدا لاعبي وحارس مرمى شباب الأشرفية قبل 36 ثانية و9 اعشار. كورنر على التنفيذ مهدي جافيد.
مقطوعة. 30 ثانية على دقيقة هذا الشوط الرائع. مصطفى لياسر، ياسر لابراهيم، ابراهيم عم يحاول يراوغ، ابراهيم يعمل اوه لا 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 لا، هدف عالمي، هدف عالمي لابراهيم حجاتي، مش معقول بلا هدف، هدف ايراني بامتياز، ابراهيم حجاتي عم بسجل هدف بانك اوف بيروت الثاني ويتقدم قبل 17 ثانية على انتهاء الشوط الاول من المباراة. صفعه قويه، صفعه معنويه لشباب الأشرفية بعد هدف من إبراهيم حجاتي. آخر هجمة بهذا الشوط كمان مصطفى سرحان، لعب ياسر سلمان والطابة بتخرج. ثانيتين وعشرين من الثانية، وهون المدرب طارق رزق عم يطلب تايم أوت. غريب يعني تايم أوت، ممكن نشوف فرصة هدف منه، ما بعرف، خلينا ننطر اقل من دقيقة لحتى نشوف التعليمات المدرب طارق رزق كيف بده يستفيد من ثانيتين وعشرين من الثانية ليحاول يخلق فرصة على الاقل. يعني بعد ما كان صمد الاشرفية لدقائق عديدة قبل 17 ثانية من انتهاء الشوط، ابراهيم حجاتي قدر انه يسجل هدف عالمي بكل معنى الكلمة. بانتظار صفرة الحكم ليعودوا اللاعبين الى ارض الملعب لنشوف شو رح يرسم المدرب طارق رزق وشو رح يقدر يعمل بثانيتين وعشرين من الثانية. كل شيء معقول طبعا، بحال يعني لنفسر شوي كيف بتم احتساب الهدف او لا. بحال خرجت الطابة من اجر اللاعب وهي عم تتجه على المرمى خلص الوقت، الهدف يحسب. خلينا نتابع اذن سركيس اسكيت جون، مشيت الكرة والطابة بتخرج الاوت، والشوط الاول عم ينتهي بنتيجة 2-1. 2-1 طبعا لبنك اوف بيروت على حساب شباب الاشرفية. رح كون بمقابلة مع نجم الشوط الاول حارس مرمى شباب الاشرفية سركيس اسكيت جون. يعني سركيس اول شيء يعطيك الف عافيه، كنت عم اقول لولا سركيس اسكي جام كنت سكور كان راح يكون 11-1 وليس 1-1. كنت جاي هنيك على الشوط الاول، طبعا 2-1 ولكن كنت جاي هنيك على 1-1 قبل 17 ثانيه قدروا يسجلوا هدف ثاني باك اوف بيروت. قد ايه هيدا الهدف راح يكون خطير عليكم من الناحيه المعنويه؟ بونسوار اول شيء لك، ما راح اخبي عليك، اليوم عم نلعب يا غالب يا مغلوب، عم نلعب اكيد عم ندافع لانه هن فريق بطل مثل ما هذيك المره قلت لكم. قد ما فينا يعني بدنا نخلي السكور واطي لنسجل ونستفيد من الاكسترا تايم اذا رحنا على الاكسترا تايم. هلا النتيجه كانت 1-0 لنا، قد ما فينا جربنا نعمل اول تايم لنا، هلا حنجرب نطلع شوي بس اكيد ما فيني اخبي عليك انه ما تصعب كثير، ما تصعب قلنا ولهم. شو الشعور يلي بتحسه انت واقف على ارض الملعب وعلى المرمى طبعا وعم بتشوف هالضغط والاعصار من الشوتينج من فريق من طراز بنك اوف بيروت ولاعبين من طراز مهدي جافيد؟ اكيد شعور رائع، يعني انا قد ما فيي عم جرب ساعد فريقي، اكيد شوي خبره بيلعب الدور، بس قد ما فيي عم جرب. يعني انا شو بدي اقول لك انه انا كمان بالنهايه انسان فيني اغلط، بس قد ايه نسبه التوتر بدكم؟ لا ما في توتر، ما في توتر عن جد، ما في توتر، بس شوي هيك بيكون على بيكون الفريق على الاعصاب، بس لا ما في توتر، يعني ما في خوف بالنسبه لي. شكرا لك سركيس وجود لك كمان. اذا مشاهدينا يعني لهون بكون انتهى الشوط الاول من مباراه بنك اوف بيروت وشباب الاشرفيه بنتيجه 2-1 لبنك اوف بيروت. طبعا رح نرتاح لدقائق ونرجع لنتابع الشوط الثاني. نرجع معكم مشاهدينا لمتابعه الشوط الثاني من مباراه شباب الاشرفيه
وباك اوف بيروت من اكس اكس ال انرجي بطوله لبنان لكره الصالات فوتسال. يعني الى جانب سعاده النايب نديم الجميل، مساء الخير سعاده النايب. يعني اول مره نشوفك بملعب بمباراه فوتسال، شو رايك باللعبه؟ اول مره ولعبه كتير حلوه، وفعلا بفتكر عندها مستقبل بلبنان وعلى شاشات التلفزه، وبفتكر شغله كتير مهمه لانه مثل ما بنعرف اللبناني بحب يلعب فوتبول، وشغله كتير حلوه وفعلا فيها حماس وسريعه. ان شاء الله تكون الاشرفيه كمان على قد طموحنا مثل ما كانت بالباسكت تكون كمان بالفوتبول. شو رايك بفريق شباب الاشرفيه، خصوصا انه هو فريق للاشرفيه؟ يعني صراحه اول مره عم بلعب عم بشاهد هيك مباراه، ويعني اول مره بشوف كمان انه عم بيلعبوا كتير حلو. اكيد شوية دفاع بس كمان اول هجمه فوتوا فيها جول، وان شاء الله هلا بالسكند هاف يكون كمان لهم حظ ويربحوا المباراه. رح نضل نشوفك بملاعب كره الصاله ان شاء الله خير. شكرا لك سعاده النايب. ايضا الى جانب زياد عبس رئيس نادي شباب الاشرفيه، مساء الخير زياد. يعني عم نشوف من اول دخول لشباب الاشرفيه بالبطوله عم نشوفه يعني قريب كتير من الفاينل فور، نتيجه كتير حلوه بظل الاصابات اتسترا. شو رايك بالفريق الحديث هلا؟ يعني لحبيت هلا عم بيعملوا قد ما فيهم الشباب، مزبوط صار معنا اصابات كتيره. اي ام هابي وذ بيرفورمانس اللي صار لحبيت هلا. اليوم عم نلعب باجنبي واحد نحن، ان شاء الله بنقدر نخطف هيدي الجيم لنقدر نكمل ونوصل على الفاينل فور. وانا كمان عم بقول ان شاء الله بنحبر فريق، ما ننسى هيدا اول موسم لنا، اول موسم هيدا شباب الاشرفيه. لحبيت هلا عملوا اللازم، وموعدهم للجمهور الاشرفيه وجمهور النادي بفريق مختلف سنه الجاي يقدر ان شاء الله يكون قد طموحهم. عم نشوف خلفنا يعني يافطات للنفايات على ما اظن من قبل جمهور شباب الاشرفيه، شو هول؟ يعني بالحقيقه اليوم اهل الاشرفيه عم بعينوا كثير من مكب الكارانتينا، واليوم يمكن حبوا يعملوا لفته انه خلص بقدي بقى نتحمل بالاشرفيه كل التداعيات تبع كل زباله بيروت تكون بالكارانتينا، على امل واليوم في قرارات لمجلس وزراء انه يقدر يتسكر هذا المكب وبنحل ازمه النفايات مره واحده لنصير نقدر نحضر رياضه وسبور بلا ما نضطر انه نلبس كمامات مثل ما عم بيصير هلا. ان شاء الله خير، يعني المشكله الدائمه. يعطيك الف عافيه بريزيدان. اذا مشاهدينا رح نرجع يعني بعد هالانترفيوز السريعين مع النائب نديم الجميل وايضا بريزيدان شباب الاشرفيه زياد عباس، رح ننتقل لمتابعه المباراه وايضا الجمهور الحاضر، وطبعا يلي دائما بيستفيد من اللقاءات الرياضيه والتجمعات الرياضيه لحتى يوجه رسائل ان كان اجتماعيه وايضا سياسيه، يعني اقل ما ممكن ان يطلبه الانسان والمواطن هو انه ما يكون في نفايات بالقرب من بيته وعلى الطرقات يلي بيسلكها كل يوم. على كل حال خلينا نتابع رياضيا مع المباراة الرائعة من XXL Energy بطولة لبنان لكرة الصالات فوتسال بالفاينل 8، المباراة الثانية بين الفريقين شباب الأشرفية وباك اوف بيروت. نتيجة 2-1 لباك اوف بيروت حامل اللقب. هل رح تتغير النتيجة؟ هل رح تتوسع أو تتعدل أو تنقلب رأسا على عقب؟ عنا 20 دقيقة نعيشها سوا لحتى نشوف شو معقول يصير. الطابة بتخرج أوت بعد ما كان شوت أول رائع ورائع جدا، كان نجمه حارس مرمى طبعا شباب الأشرفية ساركيس اسكيتجان، كمان مهدي جافيد. شفنا أعاصير مش أعصار ولكن أعاصير من بنك اوف بيروت على مرمى شباب الأشرفية، أسفروا عن هدفين لحديت هلا. وسيلسينيو البرازيلي الوحيد بصفوف الأشرفية عم بيسدد ولكن طابته بعيدة عن مرمى الحارس أشطا. سيت أوفنس من بنك اوف بيروت يلي بده يحاول يخطف هدف سريع ل شوي يرتاح مع بداية الشوط. 2-1 نتيجة غير مطمئنة أبدا أبدا أبدا. كمان طابة كادت تقطع ولكن الحكم بيعطي خطأ أول لشباب الأشرفية بهالشوط. بنذكر دايما أنه خمس أخطاء الفريق بيرتكبهم، الخطأ السادس وما فوق رح يتعرض لضربة جزاء عن بعد 10 أمتار أو أقل. وقت نقول أقل يعني
إذا حصل الخطأ بين الست أمتار والعشر أمتار. مهدي جافيد على تنفيذ الركلة التسديدة مباشرة ولكن طابة بعيدة. دقيقة وخمس ثواني مروا سريعا على بداية الشوط الثاني من المباراة. لنشوف شو مخبيين للفريقين. جورجيس بو أنتون بيلعب باس عم يتلاعب بالنار. جورجيس بو أنتون زرك ولا سينسينيو اللي اضطر انه يخرج الكرة الى الاوت لما يصبح لشباب او للبنك اوف فيروت لاعبين بنك اوف فيروت انه يستفيدوا من هالخطأ. كمان تسديدة وتشتيتة بنذكر بالنتيجة 2 بنك اوف فيروت 1 شباب الأشرفية. سيت اوفنس جديد علي الحمصي لمهدي جافيد عند علي السيسي. علي ممكن يمر بيلعب لعند علي الحمصي والطابة بتخرج الاوت. كريستيان عيد معصب على زملائه بالدفاع. سركيز اسكيتجان الحارس بيروقه بيرجع بيعطي المعنويات لفريقه. هيدا الاهم للاعبين ليقدروا يطلعوا بنتيجه جيده. كمان 1 2 وتشتيت ليكو اربع لاعبين عم بدافعوا خلينا نقول بحوالي المترين مقربين على بعضهم. علي الحمصي كمان ضغط متواصل من باكو فيروت بتشافيت. ابراهيم حشاتي زميله ومواطنه كمان مقطوعه الطابه. اوسكي بيلعب لعند كريستيان عيد بيتركها لعند سيلسينيو. سيلسينيو ممكن يلعب بالعرض بفضل لتنميل. كريستيان عم يطلب من زملائه اعاده التمركز غير راضي عن التمركز الهجومي لفريقه. الطابه مقطوعه كمان سيت اوفنس جديده. سيسي وساركيس عاد الى الواجهه. ساركيس اسكيتجان بعد مباراه رائعه بشوطها الاول عم يرجع يذكرنا انه انا حاضر ونعم انا نجم المباراه لحديث هلا. صحيح ومرميت لقيت هدفين. كورنر لبنك اوف فيروت. سيت بيس جديده تلعب لعند تنميل. جافيد خطيره كمان ساكو راح يلعب سريعا لعند سيلسينيو والطابه سهله لعند اشطر. سيلسينيو عم يطالب الحكم بخطأ ولكن الحكم ما بقول في شيء. ابراهيم حاجاتي سريعا لجافيد. جافيد بالعرض مش معقول الخطورة على مرمى ساركيس اسكيتجان. خطورة بالجملة. كمان الطابة عند اوسكي. اوسكي مقابله في لاعبين. اوسكي عم بمر كمان بعده محافظ على الطابه اللي بتخرج جول كليرنس. لنشوف بنك اوف فيروت كمان لوباس من مهدي جافيد لابراهيم حشاتي. كبست كتير كبير من هاللاعبين. علي الحمصي لسيسي لاعبي منتخب لبنان. علي السيسي عم بحاول ينبش على ثغرات بالدفاع. كمان علي السيسي بيعمل الفيك بيلعب لعند جافيد. جافيد بشوف حاجاتي. جافيد بيسدد وحاجاتي تصطدم طابته بجورجيس بو أنتون. ثلاث دقائق ونص مروا بسرعة مع بداية الشوط الثاني من المباراة. كمان مهدي جافيد بيلعب طابة لعند مين. طابة بتخرج للأوت. XXL انرجي بطولة لبنان والعانة على الاخر السنة كيف لا وقانون الاجنبيين على ارض الملعب اقر وعم نشوف شو وعرض على ارض الملعب. صحيح الاشرفيه اليوم عم يلعب باجنبي واحد برازيلي وحيد سيلسينيو بغياب روجرينيو. كمان اوسكي بسدد طابة سيئة بترجع لعند سيلسينيو اللي اليوم حاضر مع فريقه اكثر من المباراة الأولى. سيلسينيو لعند كاكا مقطوعة طابته. سيلسينيو بشتت صراع على الكرة بينه وبين حمصي محسوبة لكريستيان. طابة لعند ساركيس. سيلسينيو مرة جديدة بارالل باس سيء من سيلسينيو.
بوسيشن بترجع للزرق. اوه جافيت ما عم يطلع بالكرة، كانت تخرج للاوت. علي الحمصي عم بحاول يمر، علي صار يحب يسدد اليوم علي الحمصي بعد ما سجل هدف الاول بالمباراة. وهون الطابة ما بيفهم حاجاتي على السيسي. ياسر سلمان بدلا من علي الحمصي على ارض الملعب، ياسر ايضا صانع العاب. اربع ثواني كادت تنتهي قبل تنفيذ الاوت. بنذكر انه بفوتسال عندك اربع ثواني لتنفذ حي الله ضربه، ضربه ثابته، ضربه ركنيه، وحتى الحارس معه اربع ثواني ليلعب الكره، واربع ثواني داخل نصف الملعب تبع فريقه. ياسر لجافيد توب سكورر ليج الايراني عام 2014 ولاعب منتخب ايران، لاعب رقم 14 بباك اوف بيروت. باك اوف بيروت بطل لبنان لموسم 2014-2015 وعم بصارع على هالموسم 2016. مهدي جافيد بيلعب العد على السيسي لتنميل، السيسي بسدد، نفس السيناريو، نفس السيناريو. باك اوف بيروت عم بنبش على الثغرات لسجل هدف، والاشرفيه عم بنبشه على الخطا بالهجوم والمرتده والهدف. ابراهيم حشاتي صوت لجافيد على ارض الملعب عم بيطالب الحكم بخطا، الحكم ما بقول في شيء. ابراهيم حشاتي 1 اون 1 بيلعب باجره اليمنى والتشتيت، وهون الحكم عم يطلب من مين؟ عم يطلب من اوسكي، عم يستدعي اوسكي. انذار شفوي من ماريو صادر الحكم الاتحادي لاوسكي اللي خرج الى دكة قلب الدلاء، ودخول لحسن رميتي. حسن رميتي اللي عمل شغل كتير كبير بالشوط الاول وسجل هدف الاشرفية الوحيد مقابل علي الحمصي. طب اوه مش معقول، مش معقول بلا تسديد الرائعة من مهدي شفيق، ولكن الاحلى والاجمل من سركيس اسكيتجيان دايما وابدا النجم على حراسة المرمى، ما عم بخليه ابدا يسجل لمهدي جافيد. عقدة مهدي جافيد اليوم هي سركيس اسكيتجيان. علي الحمصي وابراهيم حشاتي هن اللي سجلوا بسركيس، وهون خطا الحكم فادي القارح عم يحتسب خطا جديد على الاشرفيه. صاروا خطأين بهذا الشوط، 5 متر لازم يكون الحيط بعيد عن الكره يلي ممكن تتسدد مباشرة. كيف لا، ومهدي جافيد هو على التنفيذ. مهدي بيتقدم، مهدي بيسدد، ولكن الحائط، الحائط بيتصدى لكرة مهدي جافيد. كمان ابراهيم مرة جديدة، ابراهيم بيلعب لعند جافيد، لاعبين دبل تيم على جافيد، دبل تيم على جافيد. تستلم الكرة من سليمان عقيل ليكو، الاستقتال، حسن رميت عم يقطع الطابة، كونتر اتاك بيبيلا، مرتدة ثانية مصطفى سرحان، وإعادة التمركز الدفاع، ترانزيشن ديفنس سريع وسريع جدا من شباب الأشرفية. حاجاتي لجافيد، جافيد، جافيد بيلعب لتنميل عند ياسر سلمان، جافيد كمان تسديده، سركيس بإجري وإيده وجسمه كله، سركيس اسكيتشان بيستعمله لسرقة أو تصدي الكرات. طابة بتوصل لعند أشطة بيلعبها سريعا للاعبينه داخل الميدان. دخول جوني كوتاني على ارض الملعب. ياسر سلمان 2-1 النتيجه، 12 دقيقه ونص على انتهاء المباراة، يمكن تروح لأوفر تايم. كمان حاجاتي بسدد مقطوعة، الطابة جوني كوتاني عم بيشاخب، وكمان كونتر اتاك مقطوعة مرتدة عن طريق ياسر سلمان بحفز على الكرة.
حيلا شيء معقول يصير بحيلا لحظة بهيك نوع من المباريات. كاميرا جونيكو تاني انفراد بالحارس لتاني ميل. واو ليكو الاستقتال الدفاعي، ليكو الاستقتال الدفاعي من مين؟ من سيلسينيو البرازيلي، عم يطلب تشينج سيلسينيو. تعب سيلسينيو، ارهقوه لاعبي بنك اوف بيروت بهالشوط، والشوط الاول ايضا اللاعب البرازيلي الوحيد يلي عم يفتقد لزميله روجيرينيو المصاب. 12 دقيقة و 8 ثواني على انتهاء الوقت الاصلي، خلينا نقول الوقت الاصلي لانه النتيجة متقاربة متقاربة جدا والفرص عديدة من الطرفين. وبحال أشرفية عدل وانتهت انتهى الوقت الاصلي بالتعادل، رح نشوف اوفر تايم او بالاحرى اكسترا تايم. اكسترا تايم بيكون بشوطين، كل شوط خمس دقائق. وبحال ضلت النتيجه متعادله بنروح على ركلات جزاء او ركلات ترجيح. حاجاتي عم بمر كمان، حاجاتي حلو كثير، ممكن شوف تسديده وهدف. حاجاتي بفضل الله يلعب لتريميل، ولكن الكره مقطوعه بتخرج للاوت، الحكم بتابع اللعب. ياسر لجوني، مين رح يسبق الثاني على التسجيل؟ هل شباب الأشرفية للتعادل ولا بنك اوف بيروت لا توسيع الفاري؟ ياسر سلمان من مطرح بعيد، حلوة كانت من ياسر. يعني اللاعبين من مثل ياسر سلمان وعلي الحمصي، اللاعبين صانعي الألعاب عند بنك اوف بيروت، قليل لنشوفهم عم بسددوا، ولكن اليوم عندهم مهمة التسديد. كيف لا وبنك وشباب الأشرفية متراجعين كل التراجع بدفاعهم. اللاعب بصير شايف حاله أمام المرمى، الأمر يلي بيدفعه أنه يسدد ليحاول يسجل. حاجاتي، حاجاتي بيلعب بال عند ياسر سلمان يلي عم بحاول يلاقي صغرة ليشوت. جوني كوتاني لحاجاتي، حاجاتي لياسر، كمان حاجاتي خالقين المسافات كليا لاعبي شباب الأشرفية اليوم. الورقة اللي عم براهن عليها المدرب طارق رزق، كمان الطابة بتصطدم بمين؟ توصل لعند جوني كوتاني، الحكم بيقول لمست بصدره للمدافع وليس بايده. مصطفى سرحان، حاجاتي لمصطفى، 1-2 طابات سريعة عم بحاولوا يعني يلعبوا بشكل سريع لاعبي بنك اوف بيروت ليحاولوا يلاقوا الثغرات الغايبه لحديت هلا. حاجاتي خطير، حاجاتي بيلعب لعتريبيل لعند السنايبر سرحان، والطابه سهله بايدين الحارس سركيز اسكيتجان. 10 دقائق على انتهاء الوقت الاصلي، 2 بنك اوف بيروت، 1 شباب الاشرفيه. قاسم عز الدين طابته بتوصل لعند سليمان عقيل، صوت على ارض الملعب والحكم بيعطي خطا. الخطأ الأول لبنك اوف بيروت بهالشوط، أخطاء قليلة وقليلة جدا على الفريقين بهالمباراة، ولا بطاقة صفرة شفنا لحديت هلا. لنشوف مين رح يقوم بالتسديد، يبدو انه عاصم عز الدين كابتن فريق شباب الأشرفية اللي بيبتز بإجره اليسرى الصاروخية. هل رح يسدد عاصم عز الدين؟ بسدد مباشرة، اوه الى جانب القائم. قلت لكم عاصم عز الدين بيمتاز بتسديداته، تسديداته اليسروية، كادت كرته انه تدخل الشباك لكن ضغط لكن استقتال عاصم عز الدين. طابته بتوصل لعند اشتا سريعة، اشتا لعند ياسر، ياسر اذا لعب على القائم البعيد ممكن يشوف فرصة، بفضل يرجع لزملائه. اول دخول لحسن حمود كابتن فريق بنك اوف بيروت على ارض الملعب، معه طابة حاليا بسدد باجره اليمين، اجره الاضعف وطابته بعيدة. حسن حمود يعني يلي خسر وزن بشكل كتير كبير مؤخرا. ياسر لجوني، جوني لياسر مرة جديدة، مصطفى
ياسر بيلعب على التنميل عند جوني، كمان نفس السيناريو، تناول كرات سريعة، جوني هل رح يقوم بالتسديد؟ جوني بيلعب بلا عند ياسر مرة جديدة، يعني دوخون مدافعي فريق الأشرفية ولا هلا صامدين. حسن برس من الأشرفية من وقت للتاني، طيب بترجع لعند أشطة، خمس أو أربع ثواني معه أشطة، بيلعب الطابة بعدها بانتظار الهدف القادم، على عكس الفاينل ايت يلي انتهى بين جامعتي اليو اس جي واليو اس تي، 15 هدف بالمباراة الأولى، 10-5، فرصة جديدة، فرصة جديدة لبايكو فيروت عم بتضيع، 10-5 انتهت المباراة الأولى بين يو اس جي ويو اس تي لمصلحة اليو اس جي، ورجعوا كمان فازوا بالمباراة الثانية 10-3، يعني بمباراتين شفنا 28 هدف، نعم 28 هدف بمباراتين بدور بالجامعات بالفاينل 8 يلي حسمتها جامعة اليو اس جي على حساب اليو اس تي، ويلي رح تقابل الفايز بسيري الميادين وصيف بطل لبنان والشويفات، ميادين يلي سبق وفاز 12-2 بالمباراة الأولى على الشويفات وهو المرجح للتأهل إلى الفاينل 4 بطبيعة الحال. عودة أوسكي إلى أرض الملعب، وأيضا مهدي جافيد وعلي السيسي من ميلة بنك أوف بيروت، جافيد لعند الحمصة لهلا ما عم يقدروا يلاقوا طريقه للمرمى بالشوط الثاني، علي لسيسي، سيسي على تنميل مباشرة، والسركيس اسكت جا مرة جديدة، ليكو ابراهيم تيبع بيصارع على الكرة من مهدي جافيد، كونتر اتاك للأشرفية مقطوعة من الكابتن حسن حمود، كمان طابة عالية والسيسي ووجباته الدفاعية، كمان تسديدة من عاصم عز الدين مرة جديدة باليمين، اوه أشطة، كمان تلاعب بالكرات وخطأ واضح، خطأ واضح، وهون شغب على أرض الملعب، شغب على أرض الملعب، تدافع بين اللاعبين، الحكمين بيتدخلوا سريعا لانقاذ الوضع. اوسكي هون الكابتن حسن حمود عم بهدي من روعه اوسكي، وهون كمان بذات الوقت عم نشوف الحارس حسين همداني أشطة على ارض الملعب، دخول المعالج جوزيف بويونس لمعالجه أشطة اللي بنتمنى له السلامه. سبع دقائق على انتهاء الوقت الاصلي من المباراة، ودائما رح اقول الوقت الاصلي لانه ما حدا بيعرف شو معقول يصير من هلا لسبع دقائق، بحال سجل شباب الاشرفيه وعدل الارقام رح نشوف اكسترا تايم. 2-1 لبنك اوف بيروت، يبدو انه أشطة رح يقدر يتابع المباراة، ثلاث أخطاء على الأشرفية بعد هن بعاد كمان ثلاث أخطاء، لنشوف ركلة أو ضربات جزاء، وبحال رحنا على الإكسترا تايم رح يحملوا معهم الأخطاء التراكمية، وكل فاول رح ياخذوا ضربة جزاء، وهنا كمان فرصة محاولة مش معقول كيف ضاعت، إبراهيم ديب راح بالكاونتر، إبراهيم ديب مار، يمكن شوف الثاني، الثاني جول، لا واو شو عم بيصير، شو عم بيصير بحياة للحظة، أشرفية قادرين وقادرين جدا انه يسجلوا هدف، مثل هالهجمة الخاطفة كانت من إبراهيم ديب وزملائه بالمرتدة، إبراهيم ديب شايف حاله تحت الضغط، قرر انه يخرج الطابة للأوت، جافيد واو مش معقول، مش معقول يا سركيس، بلا ريفلكس، رائع يا سركيس اسكتجان، رائع يا سركيس اسكتجان، يعني هون كان إبراهيم ديب عمل هفوة عند ما خرج الكرة، الهفوة اجت بعد اخراج الكرة، ما سكر على على مهدي جافيد، ومهدي جافيد اذا كان عليه ثلاث لاعبين خطير كيف لا اذا كان ما عليه ولا لاعب، سدد وان تاتش، ولكن اليوم مهدي جافيد عنده عقدة اسمه من كلمتين سركيس واسكتجان، على 12 لعند مهدي جافيد، لهلا اسكتجان متفوق،
علي الحمص عم بحاول يمر بالشعر ابراهيم ديب وكابتن حسن حمود بخبره كبيره برجع الطابه عند اشتا جافيد هالاسم عم نضل نعيد سيسي لتنميل لعط الحمصة نفس السيناريو تناول كرات سريعة مين راح يسجل الهدف هل لسه توفس والبول بوسيشن ولا الكونتر اتاك كبيرة راح حمصة وجول ومش معقول شو عم بصير على مرميك يا سركيس يعني كرات بالجملة خطرة وخطرة جدا 5 دقائق و22 ثانية من المتعة والروعة والرعب على أرض الملعب يعني هلأ حيلا هفوة رح تكلف مباراة ومعقول تكلف سري بنذكر بانك اوف بيروت بتقدم بالسري 1-0 اليوم إذا فاز بروح على الفاينل فور ليقابل الجيش وبحال خسر السري رح تروح لمباراة تالتة حاسمة خمس دقائق 20 ثانية 2-1 دباكو فيروت أشرفيه كمان مقطوعة هفو جديدة أوسكي راح أوسكي سدد أوسكي ولكن جول كليرنس لأشتا جافيد لحمود حسن جافيد برا جديدة ضغط أشرفيه هلأ خرج من مناطقه كمان على السيسي خرج الطابة الحكم بقول في شيء جيجي اسمه أنتون مقابل السيسي الطابة بتوصل لعند مين ليكو سركيس مش معقول يا سركيس ما اكتفى انه يكون حارس لكن هون ما بعرف شو عم بصير بين الحكم وسركيس والمدرب ودكة البدلاء سركيس ما اكتفى انه يكون حارس مرمى ولكن اراد انه يخرج ويكون مدافع ليساند فريقه وعلى ما يبدو انه قاسم عز الدين عم يتحضر ليكون باور بلاير بهالمباراة وهون راح تكون الروعة المهاجم الخامس راح يكون قاسم عز الدين وراح يخرج ساكو هذا الشيء اللي عم نشوفه ضغط من مهدي شفيد طلعوا بالنار ممكن يشوف هدف مش معقول شو صار يعني حيلا هفوة راح تكلف المباراة لشباب الأشرفية مقطوع ابراهيم ديب عم يعمل شغل ولا اروع من هيك ابراهيم ديب عند دخوله الى ارض الملعب ان كان بقطعته الكرات ولا بالكونتر اتاك المرتدات المدرب طارق رزق عم بهدئ الوضع على دكه البدلاء بعد ما كان اخفى فريقه باخراج الحارس وادخال الباور بلاي لاعب القوه ليهجموا 5 لاعبين على 4 قرار اتخذه المدرب طارق رزق لنشوف اذا رح يكون صائب ولا خطا صوت على ارض الملعب وممكن نشوف الانذار الاول بالمباراه هناك لاعبين على ارض الملعب بيقوموا والحكم عم يستدعي مهدي جافيد ولكن مهدي جافيد ما بده يجي لاعب كبير وخبير مهدي جافيد على كل حال 3 دقائق و53 ثانية متبقي على انتهاء الوقت الاصلي 2 بنك بيروت 1 أشرفية و4 أخطاء على الأشرفية كمان سيت اوفنس جديد هالمرة باك اوف بيروت بده يحاول انه قدر المستطاع حافظ على الكرة لان بحال خسرها رح يكون هناك في باور بلاي بين الأشرفية على الحمصة بيلعب لعند سيسي كان يخسر الطابة حمصة لعند إبراهيم التشكيلة الأساسية لباك اوف بيروت كمان عم يهدي جافيد 1-on-1 جافيد ولكن هل رح نشوف خروج للباور بلاير كمان ميشو مظلوم على أرض الملعب ميشو مظلوم أول مرة بنشوفه بهالسيري على أرض الملعب بريس من شباب الأشرفية عينه على الهدف التعادل المدرب طارق رزق بكل قوة يبدو أنه قرر أنه ما بقى يشوف
او ما بقى يدخل الباور بلاير. ثلاثة ضايع على انتهاء المباراة. كمان سلسينيو عم بمر عن علي السيسي والطابة بتخرج جول كليرنس حسب ما بقول الحكم لمصلحة باك اوف بيروت. كل العالم على اعصابها داخل قاعة مجمع عميد لحوض العسكري بالتكواني وامام الشاشات. دقيقتين 40 ثانية كمان علي السيسي عم ينبش على زملائه. علي السيسي بيلعب لعند تاني ميل حمصة جافيد لحاجاتي ليكو كيف عم بخلوا الكرة معهم لاعبي فريق باك اوف بيروت. كمان علي السيسي دقيقتين و15 ثانية هل رح نشوف هدف اتولي مع رصاصة رحمة بهالدقيقتين؟ مهدي جافيد عم يصوت على ارض الملعب بيطلب الحكم يحتسب له خطأ. ما بيحتسب له خطأ الحكم. والتايم اوت بالاثناء للمدرب طارق رزق معه دقيقتين على القد ليشوف شو بده يعمل ليسجل هدف. تايم اوت اذا لشباب الاشرفية اللي بتأخر بهدفين لهدف قبل الدقيقتين بانتهاء المباراة او الوقت الاصلي من المباراة. بالمقابل رح نشوف المدرب الصربي ديجان جيدوفيتش شو رح يعمل ليحافظ على السكور او حتى يوسعه. اذن دقيقتين على انتهاء الوقت الاصلي والحكم عم يرجع يستدعي الفريقين على ارض الملعب. وعلى ما يبدو باور بلاي من الاشرفية. اذا باور بلاي من الاشرفية لعبة القوة. خمس مهاجمين رح يهجموا على اربعة وما معهم حارس مرمى على الجول. يعني هلا يا قاتل يا مقتول يا قاتل يا مقتول. بينطلق او بتنطلق الدقيقتين يلي قد تكون الاخيرتين للاشرفية باكس اكس ال انرجي بطولة لبنان لكرة الصالة بهالموسم. سيئة كتير من جرجس بو انتون هاللعبة. وهلا باك اوف بيروت رح يعمل كل شيء لحتى يخلي الطابة معه. طابة معطوها برايب ديب. برايب ديب صار الطابة شغل كتير كبير من ابراهيم. كمان عسكي بيخطئ بترويض الكرة. كمان علي السيسي الطابة لوين توصل اوت للاشرفية. دقيقة 28 ثانية كمان سريعة اف ملا مباراة كريستيان لجيريس. كمان طابة سريعة من جيريس. كريستيان بطالب جيريس بالتروي والهدوء. جيريس مستعجل. لاحظوا جيريس قد عم يخطئ وعم يطلب من المدرب انه يبدله. كمان الطابة بتوصل لعدوسكي. عز الدين عز الدين لكاكا لجيريس. جيريس جيريس بسديد والطابة بتخرج والحكم شو بيقول؟ الحكم بيعطي كورنر. جيريس بو انتون يلي مش مركز بيخرج وبيدخل بداله اللي بيطار. لاعب هادي لاعب رايق والباور بلاي بدها هيك نوع لاعبين. كريستيان عيد كريستيان لقاسم. قاسم بسديد والقشطة عم بتصدى للكرة. ليكو اوسكي وين راح؟ هيلعب على الريباوند. وباك اوف بيروت عم يطلب التايم اوت. اكيد الحكم ما بيعطيه غير بتكون بوسيشن معه. 51 ثانية من الرعب. بتوصل طابة لعند ابراهيم ديب. ابراهيم ديب بتوصل طابته. يا ابراهيم واو يا ابراهيم. والدفاع رعب واكثر من رعب على ارض الملعب. 47 ثانية 2-1 النتيجة. تابعوا معنا اخر ثواني الوقت الاصلي. كمان توصل لعند قاسم ضغط من مين؟ كمان ممكن اذا شفنا خطا حيلا خطا ممكن يكلف جول شباب الاشرفيه لانه جول معلي ولا حارس مرمى. كريستيان عيد بيلعب لعند قاسم. بتوصل لعند الي بيطار. الي لقاسم مره جديده. قاسم بده يسدد بيلعب لعند اوسكي. اوسكي كمان مره جديده سريعه لعند كريستيان عيد. كريستيان وطابته بتخرج الاوت. 21 ثانيه
وبانك اوف بيروت بعيد 21 ثانية على التعاون الى الفاينل فور. عز الدين ممكن يسدد على الفار بوست، توصل عدى الي بيطار، تسديده مرة جديدة كريستيان 11 ثانية، بوب لكريستيان، كريستيان بسدد كمان الطابة بالعالي، الي بيطار شو رح يعمل؟ بيلعب لعد قاسم، أربع ثواني والتايم أوت لبانك أوف بيروت. وعلى ما يبدو شباب الأشرفية فقدوا أمالهم بتعديل النتيجة بعد مجهود رائع ورائع جدا، ومباراة بترفع الراس لها الفريق الرائع بانك اوف بيروت، بعد معه 4 ثواني و13 ليحافظ على الكرة وعلى الشباك نظيفة، ومنشوفه بالفاينل فور امام الشاشة. مباراة تقطع الانفاس. اربع ثواني 13، كل موظفي بنك اوف بيروت من موظفين ومدراء ورؤساء فروع منتظرين اخر 4 ثواني و13 للحفاظ على الكرة. يا ويلي اذا اخطأ حدا من اللاعبين شو رح يصير، يا ويلي شو رح يصير بحال اخطأ. مهدي جافيد على التنفيذ، هل رح يتم رفع الكرة الى بعيد؟ مهدي بيلعب لعد السيسي، بيلعب لعد جافيد، ثانيتين ثاني والمباراة عم تنتهي بهالاثناء. مبروك للبيك اوف بيروت الفوز بالمباراة الثانية وحسم السيري 2-0، بيك اوف بيروت 2 شباب الاشرفية 1، وهارد لك كتير كبير لشباب الاشرفية ومدربهم طارق رزق يلي أدوا أداء رائع بهالمباراة وكانوا رقم صعب وصعب جدا على بنك اوف بيروت. رح نجرب نكون بمقابلة مع بعض اللاعبين والمدربين. إذا مبروك لبنك اوف بيروت يلي قدر إنه يحسم المباراة لصالحه ويتأهل ليلاقي فريق الجيش بالفاينل 8 او بالفاينل 4 من XXL انرجي بطولة لبنان لكرة الصالات، وراح يكون مع ديجان جيدوفيتش المدرب الفايز بهيدي المباراة بالثواني الاخيرة. Congratulations coach, very good game for both teams, maybe better for you because you won the game 2-1 but the game was very and very difficult. How do you rate this game? As you say, the game was good for both teams. It's difficult, you know, they didn't have anything to lose, so they play for all of his heart, and inshallah we won, and that is important only for us. What are you going to change or work in your team in order to beat the Army in the Final Four? Now it's different game with Army than with Achrafieh. Achrafieh, it's totally different playing style than Army. Army playing style is with more running, more penetrations, and totally different game will be than those two games. Do you think you can win the title for the third consecutive time this season? Of course. Thank you. إذن يعني المدرب ديجان جيدوفيتش يلي جوابنا على سؤالنا إذا كان رح يحافظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي، جوابه كان طبعا. إذن هيدا كان لقاءنا لليوم، مباراة رائعة ورائعة جدا بين بيك اوف بيروت والأشرفية بالفاينل 8. بيك اوف بيروت استطاع أنه يفوز 2-1 على الأشرفية ويتقدم ويحسم السيري 2-0 ليتأهل ويواجه الجيش بالفاينل 4 من XXL انرجي بطولة لبنان. ومن الميل الثانية عنا ايضا جامعة القديس يوسف اي اس جي اللي ايضا حسم السري 2-0 على حساب الاي يو اس تي، وبانتظار السري الاخيرة بين الميادين والشويفات يرجح تكون طبعا الميادين بعد ما فاز بالمباراة الاولى 12-2. من هلا للاسبوع المقبل راح نكون بانتظار المباريات الرائعة مثل هالمباراة اللي تبعناها اليوم. من هلا لوقتها اطيب التمنيات والى اللقاء.